أسئلة كثيرة تسأل حفظكم الله عما يتعلق بنهاية السنة الهجرية وبداية السنة القادمة. ما يتعلق فيها شيء كسائر الأيام، ما يتعلق فيها شيء، هذا من الجهل أنهم يعلقون في المحاسبة. محاسبتنا حاسب نفسك في كل الأيام يا أخي، ما هو بس في آخر يوم من السنة. ثم هو آخر يوم من السنة، كل يوم يتم فيه 12 شهر فهو آخر السنة، كل يوم يتم فيه 12 شهر فهو آخر السنة، ما هو بخاص بآخر ذي الحجة. نعم.